ايه 44 سنة، 44 سنة من الاحترام، و44 سنة من التقدير، و44 سنة من الموهبة. بتكلم على نجم مصر كابتن حازم إمام. كل سنة وانت طيب يا إمبراطور، ويا رب دايما في أفضل صحة، ويا رب دايما مثال وقدوة طيبة للكل. وهو ده اللي باقي، إنه الناس تبقى بتحب الشخصيات ديت وبتحترمها وما تختلفش عليها رغم انتمائها. وهو ده اللي أنا نفسي الناس تاخد باله منه، النماذج اللي شبه الكابتن حازم، النماذج اللي شبه عماد متعب، النماذج اللي ملهاش في قصف الجبهات وشغل الحموكشة ده، هي دي اللي احنا المفروض نبقى شغالين عليها ونعلي من قيمتها ونديها حقها، علشان الشباب اللي طالع يبقى شايف ان هو ده الصح مش الصح. اساليب قصف الجبهة واساليب شفت مش عارف وانا عملت ايه ورديت عليهم ايه، والجو الحمصاني ده. كل سنة وانت طيب يا امبراطور، ودايما يا رب معانا، ودايما يا رب متألق. بتتعب تمريره بينيه، حط يا راجل حط يا سلام يا سلام يا حازم، يا بابا عملها معجون كوره يا اكسترا مهارات اكسترا حوالي هاتي بقى اللعيب بنص حولت بنص ايه اقل من نص حولت البدنيه. أن تكون نجما داخل المستطيل يبدو أمرا يستطيع أن يقوم به أي لاعب بمجرد أن يضع لنفسه أهدافا محددة، ولكن أن تكون نجما داخل الملعب وأسطورة يجتمع على حبك وتقديرك واحترامك المنافسين قبل المحبين، فهذا هو الأمر الصعب الذي يتطلب مجهودا كبيرا وقدرة على التعامل مع كافة الظروف والضغوط التي تواجهها كلاعب ونجم كبير. وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية الطويل، قليلون هم من تربعوا على عرش قلوب الجماهير بمختلف ميولها، وعلى رأسهم إمام الموهوبين حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطني، الذي يحتفل اليوم 16 من أبريل بعيد ميلاده 44. قضاها في عالم الكرة المصرية لاعبا ونجما واداريا محبوبا من كل جماهير الكرة المصرية، وهو الامر الذي اتفق عليه الجميع رغم انه من ابرز نجوم القلعة البيضاء على مر التاريخ، الا انه دائما ما يجد الحب والاحترام من جماهير الاهلي. حازم محمد يحيى الحرية إمام نجم الزمالك وأسطورته الحية، وريث عائلة إمام صاحبة الفضل الكبير في شعبية الفريق الأبيض منذ تأسيس النادي في الثلث الأول من القرن الماضي. عاش مسيرة كبيرة مع كرة القدم المصرية منذ بدايته مع فريق الزمالك في النصف الأول من التسعينيات، ثم التألق مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية 98 مع محمود الجوهري، ورحلة احترافية في إيطاليا مع أودينيزي، ثم في هولندا مع جرافشاب، قبل العودة من جديد للزمالك مطلع الألفية ليصبح عنصراً أساسياً في الجيل الذهبي للفريق الأبيض الذي سيطر على الكرة المصرية وحقق كل شيء وأعاد الأمجاد الأفريقية للقلعة البيضاء. حازم إمام، كل عام وأنت بألف خير، متعك الله بالصحة والعافية، وجعلك دائما رمزا للرياضة المصرية ومثلا أعلى لكل شباب مصر. بتتعب تمريرة بينية، حط يا راجل حط يا سلام يا سلام يا حازم، يا بابا عملها حازم إمام معجون كورة يا اكسترا مهارات اكسترا حوالي هاتي بقى اللعيب بنص حولت بنص اقل من نص حولت. 44 سنه احترام، و44 سنه احتراف، و44 سنه كلهم تالق وابداع من الموهوب كابتن حازم امام. يا كابتن حازم، كل اللي احنا بس عايزين نقوله لك كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا هيما حبيبي، كل سنه وانت طيب. انت اللي محترم وانت اللي جدع وانت اللي كل حاجه والله العظيم يا اخي. ربنا يا رب. كل يوم بيحبك اكتر من التاني، لان انك دايما ماشي بنفس الستايل ونفس النظام من ساعه ما ابتديت. ربنا يخليك. دي صعبه في الوسط بتاعنا بصراحه والاعلام تحديدا يعني. ربنا يخليك يا رب يا كابتن حازم. دايما موفق جميل. ربنا يخليك يا رب، ودايما متالق، ودايما يا رب معانا، ودايما مستفيدين بيك، وانت الكادر اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك، كله على الله ان شاء الله حبيبي. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حازم، وكل اللي كنا عايزين نقول لك كل سنه وانت طيب. درويش وحاتم وكل الناس بتوع الجمال، ربنا يوفقكم دايما، وببسط ان انا اكون معاك على الهواء دايما يا ابراهيم والله بجد. يعني خليك يا رب مشرفه ومثقف ومتعلم في الرياضه، بتتكلم كويس، ولما بتيجي تنقد ما بتجرحش. ربنا يخليك. بتنقد بتضايق الواحد، لكن انت لما بتيجي تنقد بتنقد حتى
بتخاف على اللي تنقد عليه يعني. فعندك السنس بتاع الناس انك انت ما تجرحهمش او يعني بجد حاجه الواحد يعني حتى لما بيسمع منك نقد لكن بيسمعه وهو مرتاح. مش ربنا يخليك لا يا رب يا كابتن حازم، دي شهاده والله اعتز بيها، والله والله دي شهاده اعتز بيها. ده انا كده اقفل البرنامج واروح النهارده جاي، مش محتاج حاجه تاني والله. يا ابني انت عارف انا بحبك ازاي، وان انت واحد من الناس الجميله يعني في الوسط الرياضي. ربنا يخليك يا رب. عندك حد وانت لوحدك؟ بس انا لوحدي، كمان شويه هيبقى معايا كابتن طارق مصطفى ان شاء الله باذن الله. حبيبي ده ونجم مصر يا طارق ده، والله العظيم واحد من اهم واحسن اللعيبه اللي جت مصر. صحيح انتوا متعتونا في 98 صحيح. ربنا يخليك يا رب يا كابتن حازم، بشكرك شكرا جزيلا. نجم مصر كابتن حازم امام، وهو والله هو ده اللي انا بقوله لحضراتكم، انه احنا محتاجين نتشعبط في الرموز وفي الاسماء وفي الشخصيات اللي شبه كده، علشان لما تاخد قيمتها الطبيعيه، عشان لما تاخد وضعها الطبيعي، الشباب هيبقى باصص على ان هو ده المثال الصح، هو ده اللي انا عايز اقتدي بيه. انا عايز ابقى شبه حازم امام، انا عايز ابقى شبه عماد متعب، انا عايز ابقى شبه الاسماء ديت، الاسماء المحترمه اللي ليها دور مميز. ليه انا باخد مثال من الاهلي وده وباخد مثال من الزمالك؟ لانه محدش هيختلف على ده، لا حد هيختلف على كابتن حازم امام، ولا حد هيختلف على كابتن عماد متعب. وبالتالي ربنا يا رب يبارك لنا دايما في الاسماء المحترمه ديت. فاصل بعد الفاصل، متواصلين مع حضرتك.